ميدانيا تمكن الجيش اليمني من تحرير سلسلة جبلية في جبهة القبيطة جنوب محافظة تعز من سيطرة ميليشيا الحوثي. وذكرت مصادر عسكرية أن مواجهات اندلعت جنوب تعز أسفرت عن تحرير السلسلة الجبلية وعدد من المواقع بعد معارك أسفرت عن سقوط عدد من مسلحي ميليشيا الحوثي بينهم قيادي يدعى الدعيسي وإصابة آخرين. يأتي هذا في وقت تصدى فيه الجيش اليمني لمحاولة تسلل حوثية في قرية الصيار جنوب تعز، وكبد مسلحي الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.